المهم بعد الحشمة والدل داز نهار ممل، سبان وتسياق، تخمال وتقشار الخضرة، وغسيل لماعن وما جاوره، وخمازان ما كيتيقوش فيه. ولكن أنا راه حلوة وسهلة المعشر، وكما كيقولوا عليا زملائي في العمل عين المجهر، أحتى حاجة ما نزقلها. عويناتي عياو من الدوران، فليت الدار قنت بقنت، واللي ما كيبشرش بالخير وكيبشر بالبخوش هو الممر اللي كيدي المكتب ديال الخائن، فيه كاميرا خفية قشعتها غبزز بنظاراتي ديال قاع الكاس، وخا ما كنحملهمش كيفيدوني. وهنا غدت صعاب القضية، ولكن على هناء لا شيء مستحيل. وبما أن حسن جرأ يقول حفيظة شنو طرا بيني وبين أحمد، إذن القضية فيها إنا خاصني نتحقق منها. نرجع للخائن، عنده واحد مراتو عزيز عليها الحجايات والمعاودات، باين عليها ظريفة، كنشك واش عارفة في عايل راجلها قاتلها غلقنت. أما البنت اللي كانت معاه في البيرو نهار جينا فهاديك بنته، والنهار كله ما بانتش. أحمد حتى هو ما بانش، يعلم الله صقع في المجلي. توحشت حنة، كتفكرني فيها الحنة اللي في إيدي، علم الله في إينا دار تكون دابا طالقة لسانها ورجليها. ما وصل الليل غير بمشقة الأنفس، وسالينا الخدمة، وأحمد جمع حسن غير شفته، وشفت الفرصة في نهدر معاه وش نقت عليه بأسئلتي. كنقول ليه غير بالحس، فين كنتي النهار كله وانت غابر؟ فين مشيتو؟ ها؟ وفين جيتو؟ لقيتي شي حاجة؟ قال لي هناء. حتى سمعت هناء تكايسي على الراجل، غير خليه بعدا غير تاح، الليل باقي طويل. هذا كان صوت حفيظة الحضايا، جاني من بعيد، الله يخليها قاعدة فيها مع هاد حفيظة، غير الله يحفظ مع الله يستر. قلت وماشي هكاك، تفو التنفس هو الاخر يحسبوه ليك، شحال فيه من شاهيق وشحال فيه من زافيه. بدلت ساعة بأخرى، لن صدقوا في شي طاب وشي تحرق. وبما أن ساعات عملي سالاو، مشيت كنوجد خطاطي ضد البرد لهذه الليلة. درت اللي درته ومشيت البيت، لقيت أحمد مكسل ومكنزز بالبرد. قال اش داك شي جايبتان؟ قلت لي تيرارارا مع هناء دائما الجديد، وهو يقول قرعه ديال جافيل. قلت لي هي حق قرعه ديال جافيل، ولكن عامره بليسانس. قلت نرش شويه في القنات ونشعلو شويه ديال العافيه باش نباتو دافين. قفز وقال اش شنو؟ قلت لي اويلي راه غير كنضحك معاك، مالك لونك تخطف؟ قال لا، على البارح نتوقع منك اي حاجه. قلت لي ايوا صافي بلا ما تفكرني. الديب كدوز عليه غا مره واحده، وهزيت القرعه وبديت كنحركها بحال عارضات الاشهار. هذا حل افيكاس، قرعه ديال جافيل عامره بالمطايب. على النوم الهانئ والدافئ، وهو يقول وليش كتصلاح؟ قلت لي تدفئة البنية الفوقية والتحتية والعظمية والعضلية، ما عليك غير تحطها في بلاصة اللي فيها البرد وهي غدا تكلف. تيرارارا كحاز كحاز، كون غير درت شي بيدو ديال 5 إطور ديال الزيت، هاد القرعة محالش واش تكفي. المهم كل واحد شد قنته وتكمش في بلاصته وطفينا الضو. وهنا ظنيت أنه سال النهار، ولكن نسيت باللي الليل طويل. الساعة 11:40. قلت أحمد اجمع رجليك. الساعة 1:10. تكمش في بلاستك أحمد. الساعة 2:00. قلت وا أحمد وا الزمة راك كتجبدني
والله القرعة لا وصلتي ليها غير ارقد. الساعة 2:30، وبا وامي وجدودي نط. انا كاع قلت بالناقص من هاد العيشة. عطيته القرعة وقلت له شد بخر بيها، حيدت عليا الكاشة ونط. وهو يقول يخ باردة، وشير عليا بيها وقال فين غادة؟ قلت غادة الجايحة، إلا ما كانتش هي اللي فيها أنا دابا نيت غادة التواليت. وهو يقول ادي معاك لبيه. قلت لي بلاش، عويناتي راهم ضوين بوحدهم بلا القمر المتمثل في وجهي. غير خرجت من البيت وهو يصعقني البرد. والله ما عرفت نوصف لكم راسي، واش بديت نرجف ولا بديت نفيبل ولا وليت نشطح على انغام اسنان. المهم وانا غاده وانا نسمع شي وشوشه جايه من بعيد، وبديت كنقرب ليها بالحس حتى وليت كنسمع بوضوح. وفاء يلا نهربو، واش ما كتبغينيش؟ قالت كنبغيك ولكن الهروب ماشي حل. قال وشنا هو الحل؟ نبقاو كنتفرجوا وهما كيفرقونا. قالت حاول تفهمني الله يخليك، واش بان ليك انا عاجباني هاد الحاله؟ عالي سير دابا لا يجي شي واحد ويحصلنا، عافاك اللي فينا مكفينا. قال ليها واخا غادي نمشي غير على ودك، ما باغيش نتسبب ليك في المشاكل، وحيت كنخاف عليك كتر من راسي، شحال ما كنحملش الرومانسيه. انا عزيز عليا الاكشن والتفرشيخ والغموض والتشويق، داكشي قبل ما يعلق كمشتهم بالجرم المشهود باش ما ينكرونيش من بعد، ويقولوا لي غير تخايل ليك. ولكن ولد الهم دغيا طار، ولكن ولد الهم دغيا طار. قلت لا لا وفاء بنت سي عزيز الخائن، اش كديري هنا في نصاصات الليل؟ هي مخلوعة. قالت الخدامة جديدة، شفتي شي حاجة؟ قلت ليها لا ما شفت والو. يلا بغت تنفس الصعداء وانا نقول عالي لا ما شفتوش، كتبغيو بعضياتكم وعائلتكم رافضة باغين تهربوا. لا لا ما شفت حتى حاجة. اجي هو عسكري جوندار بوليسي؟ لا. قالت بوليسي. قلت ليها عرفتها غا من التعليق اللي دار داخل غابل كليان، يعلم الله باه صح من. قالت باش عرفتيها؟ قلت ليها ناقصو 5.5 سنتيمتر على الطول المطلوب، وباينه فيه جداره واستحقاق، حيت كون كان راجل كاع ما يهرب ويخليك من اللي شافني. قالت خايف عليا. قلت ليها لا واه النبق خايف على راسه. وهي تقول دابا شحال بغيتي باش تسدي فمك؟ قلت ليها نهي 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 نهي، كون جات في ايامي كنت طلبت 1.5 مليون، ولكن ملي كتلقى راسك الخيط خاصك تخشيه في البرا ماشي تلفو. قلت انا ما بغيت والو، سرك كبير وفي خاطري اللي جاي يشرب منه. قالت واش بصح؟ قلت ليها وي بيان سور. المهم خليني نمشي، ليش خرجت انا بعدا؟ نقضي حاجتي. انا مشيت للتواليت وهي مشات كتسلت لبيتها، هي ما عرفت ايش كيدور في راسها. اما انا له لا يوريكم اش في راسي من افكار، لدرجه انني تعذبت في النعاس. ولكن احمد اللي تعدم مزيان رديت ليه صرفو بالتاني والمتني. الساعة كتشير 3:15. قال هناء ومع الربع وقسم، هناء 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 ومع 5:45. واهنية ويعطيك الحبس والهرس بالناقص، هذا عذاب ماشي نعاس. ضربتني الفيقة مع 7:30 ولقيت احمد ما كاينش في بلاصتو، وعلى ما بديت كنتجبد ونتمدد وهو يبان ليا قدامي متكي في قنت البيت على الحيط،
قلت لي مالك مخلي بلاصتك وناعس تماك سعايبة مفتوح؟ ديك البلاصة ربحي بيها، خليتها ليك على ما دوزتي عليا. قلت لي لا ما تقولهاش، ما تقولش لي عن نقتك وانا ناعسة. رفاش افكاري كتخربق كان ولي نعنق كنقلب على الامان. وهو يقول كتقلبي على خلا ضربو كله؟ قلت لي ما تديرش فيها براد بيت، راه انا اللي خاصني نتقلق حيت عنقتك، اما انت شرف ليك. وهو يقول اشنو دابا هذاك تسميه تعنق؟ هذاك راه الركل والضرب والجرح المؤدي الى الموت، ربي جا من جهتي وخلاص. قلت لي انا درت هاد الشي كامل. قال اه. قلت لي وصافي ما تديرش ليا فيها العروسه المقلقه اللي غلب يعرف. اجي اجي جر ليا ايدي نوض، راني تكوانسيت. نوض اعطاني بواحد المخده كان مسدها الكماره، كمارتي تبلوكات وتقولوا المخده معمره بالطوب والياجور، وخرج وزدح الباب وانا بحال دار ليا بوز. غير الله يخرج هذا النهار بخير. باينه من صباح الزين وبدا نهار جديد، نهار باينه مشارج. اما احمد مشى مع حسن وواحد الخدام اخر على الصباح، سي عزيز الخائن ما خرجش من الدار او بالاحرى من البيرو ديالو، يعلم الله على شناوي. اما انا فالنهار كله وانا كندور انا وحافظه اللي طبخات ليا مخي بالهضره، كنقادو في الدار نحيدو الغبره ونشطبو وندورو على الحاله، حيت اليوم غيجيو شي ناس يخطبو وفاء. قلت حفيظه شكون هاد الناس اللي غيجيو يخطبو بنت سي عزيز؟ قالت ليا ما نعرف. قلت احياني عليك العفيريته، زعما ما قال لك حسن والو؟ وهو زعما اليد اليمنى لسي عزيز غيكون عارف. قالت وعلى اش بيني وبين حسن حتى يقول ليا؟ قلت ليها اه بالصح، كان يحسب ليا كيبغيك وكيموت عليك، ولكن بان ليا غير تهيئ ليا. قالت كيفاش كيبغيني؟ اش هاد الهضره كتقولي؟ قلت ليها صافي صافي، رختك عندها عين قيس، كل شي كتشوفو حب وعشق وهويان. قالت خرجوا عليك الافلام. سكتات وحتى انا درت راسي ما مسوقاش، ولكن عرفتها ما غطولش في سكاتها، حيت هاك احنا العيالات كنبغيو اللي يبين لينا الحب قدام العالم، وكنفرحو ملي كيعترف لينا شي شخص غريب باللي فلان كيبغينا واخا نكونو كنكرهوه، والاهم عندنا هو نحسو بشي حد كيبغينا، حيت بالنسبه لينا الحب هو الامان. وهي تقول هناء وباش عرفتي حسن كيبغيني؟ بديت نتبلحس ونتملغصت عليها وقلت كيفاش باش عرفتو؟ شوفاتو ليك ماشي هما تخنزيراتو لينا، وصوتو الحنين ليك ماشي هو غواتو المصحوب بزاقو لينا، السبع قدامنا مشيش قدامك، ومينوط علينا ولكن خاتم في صبيعاتك. السيدة غادة وكدوب مع هدرتي. قلت ليها قلب الناس كيقول دق در دلق، وقلبو كيقول حفيظة حفيفيتي حفظوشتي هي حشمات. وقالت بركة ما تزيدي فيه. قلت ليها والله يا حفيظة إلا طايح فيك طول وعرض وارتفاع، قولي ليا اش مكلاه وسمية الفقيه اللي متبعه. عتقيني يا اختي، راه احمد عينو خضرا ومرة مرة كتحوال. قالت لا حبيبة القلب ما يريد، ما كاين لا شوافة لا فطيه. وانا نقول اه كتعترفي؟ قالت لا ما كنعترفش، جريتي ليا لساني يا لويله غير الحمار اللي يدي ويجيب معاك في الهضره. هانا عداك تقولي لشي حد هاد الشي؟ قلت لا حبيبه سرك كبير وفي خاطري اللي جاي هز منه. وكملت واش حماقيت انا؟ قالت
إلا سمعتها من شي حد نعرفها خرجات منك. صافي، عرفت قضيتها مع حسن. دابا خاصني قضية الخطوبة ديال اليوم، وأنا نقول العقبة ليكم حفيظة. إن شاء الله ما نساليو من خطبة لالا وفاء حتى ندوزو لزوجات عرسكم انتي وحبيب القلب. وإن شاء الله غيكون عندك فال لالا وفاء وحسان. قالت فمك لحسو كلب. درت راسي متفاجأة وقلت علاش ما بغاش تزوجي بحسن؟ قالت لا ما بغيتش فالها، الزواج ديال بزز. وعاد حاقت مع راسها وهي تقول هناء بعدي مني يا اختي، من الصباح وانت تجري ليا في لساني اللي ما عرفوهش الناس في عوام انت عرفتيه في نهار. السلامه يا ربي. صافي سالينا، ابقات لينا بلاصه وحده ما قديناهاش، هو البيت ديال وفاء، ومعاه هي غدا تكون معصبه وانتي لسانك رطب، انتي اللي غدا تقاديه. قلت ليها لا، وهي تقول اه. نفذت اوامرها ومشيت مرغمه عليا، حيت اصلا اللي بغيت نعرفه راه عارفه، وانا ما كيعجبنيش نضيع وقتي في الخاويات. ومشيت وانا حالي ما عاجبنيش، دقيت ودخلت حيت ما جاوبني حتى شي واحد، يحسب لي البيت خاوي. ولكن ملي دخلت صدمت، كانت جنازه نايضه عند لالهم وفاء. قلت ليها الله الله مالك يا لالا على هاد الحاله؟ قالت خرجي، شكون قال لك دخلي؟ قلت ليها دقيت وما جاوبني حد، يحسب لي البيت خاوي. سمحي لي، واش هاد البكاء والعزاء كله على ود علي؟ سعدات بك، وهي تقول وهي معصبه اه على وده. خرجي وقوليها للناس كاملين باللي ما بغاش نتزوج بهداك فؤاد، ومن غير علي ما نتزوج بحتى واحد. قلت ليها تا هذا حل، باك ما كيبغيش علي، وعلاش تنتي ما تقوليش ليهم ما كنبغيش فؤاد بلا ما تجبدي كاع سميت علي؟ ضحكات باستهزاء وقالت واش بنظرك غياخدو شواري من بعد ما وقعوا الصفقة واللي ضمانتها هي انا؟ قلت ليها اه القضية فيها شراكة بحال داكشي ديال الافلام والمسلسلات، والله حتى كنحس بكم انتي وعلي هما الابطال ديال شي سلسلة مغربية، لا لبنانية، هما اللي عندهم هادشي ديال الاعمال والصفقات. وهي تقول واش كتنزي عليا؟ جلست حداها وقلت ليها لا بالعمى، شوفي الحياة هي عبارة عن قصة وحنا أبطالها، والأبطال ديما كيكونوا خاسرين في الأول باش يربحوا في الأخر، وانتي هذا هو الامتحان ديالك، وامتحان حتى لعلوشك باش تشوفيه واش كيستحقك. انتي إلا ما بغيتيش هاد الزواج راه عمره ما غيكون. واش نسيتي قول الله تعالى إن كيدهن عظيم؟ سمعني في الآية، وهذه غير خطوبة ماشي زواج، يعني عندك الوقت فين تخدمي داك العقل فعواض ما تحفي دوك العينين بالدموع. نوضي وتحركي وجمعي الوقفة، حشمتي بينا حنا العيالات ونط أنانيت جمعتها بوقفة لا تجمعها معايا بشي بونية. بالصح حسيت باللي حفزتها، ولكن خفت تبدا بيا أنا الأولى. داز النهار وحنا ما لاقيناش فين نحكو روسنا، بالتوجات ووصلات التمنية وبداو شي طوموبيلات كبار بحال ديال عثمان كوزان كيدخلوا للفيلا. ما كرهتش غير نضرب حداهم شي تصيورات نحطهم في سطاتيات ديال الواتس، راه عندي ناشفين. المهم انا رجعوا خرجوا منهم شي رجاله مقلدمين بحال ستاجيير ديال الكويزينينغ ديال ليستيا، شابعين قص. ولكن الصدمة هي من اللي خرج منها واحد السياسي معروف في البلاد، الصراحة ما عرفتش سميته حيت ما كنهتمش بالسميات، ولكن وجهه مألوف. وهنا كيتطرح واحد السؤال، واش هما شركاء ولا واحد ناصب على الاخر؟ المهم دازت الخطوبة بخير وعلى خير على عكس المتوقع. كنظن باللي هضروا على عقد العمل
كتار من عقد الزواج. ومن بعد ساعة ونص حل الهدوء، وكل واحد درج زلافته، وحل وقت النوم والراحة والهناء. وللأسف اليوم ما وجدت حتى حاجة، حيت بالصح عييت وتهديت، ولكن سيهم حمد أم الجد لقيته قاسم البيت على جوج بالوسايد. قلت لي حميدة راس الميدة، اش هاد الفعايل؟ خفتيني نتحرش بيك زعمة؟ وهو يقول اشنو التحرش درتيه البارح؟ خفتك تديري شي حاجة كتار، حيت انتي تبارك الله عليك مجتهدة، كنت مجهدي نهار على نهار. المصيبة اللي درتي اليوم غدا ديري كبار وأعظم منها. قلت لي وصافي ما تزيدش فيه، راني غدا نطيح دودة حيت عييت والله. وهو يقول وانت منا وما ترجعيش لفعة. قلت لي أحمد أقول لي هاد وجه المغرفة اللي جا اليوم واش حتى هو؟ قال ما عندك لاش تعرفي، خليك هكا بريئة، حيت الا عرفتي غيضرك راسك وغتولي تصرفاتك ماشي من مصلحتك. اصلا انت اللي عقدتي الامور، كان عليك ما تقوليش باللي احنا مزوجين، زدتي غرقتي راسك بايديك، اما كنتي غير تسالي مهمتك وتقدري تنسحبي، اما دابا فغتبقاي حتى للنهايه، ما عندكش خيار اخر. قلت لي تفو ما تفكرنيش، اصلا لساني الطويل هو اللي وصلني لهنا. ومرت لحظات وحنا ساكتين وكنشوفو في السقف، اما عقلنا فات السقف وفات الحدود وفات المدن. وفي واحد لحظة من اللحظات دورت وجهي عنده، لقيته فات الكرة الارضية. هذا قلت كتفكر فيها؟ وهو يقول شكون هي؟ قلت لي سونيا بنت سيكليس اللي كتبيع شامبوان، ونهار الجمعة كتقلبها حمص منفخ. تمالك مبوق، رقصت القضية. قال اه كنفكر فيهم بجوج. قلت لي بجوج؟ لا يا شيخ، اليوم غادية العشق والهويان، زيدوني. اها مزوجها خاطبها هادر فيها؟ قال الاخرى. قلت لي وجهك نيت غادية للنميمة، شوفوا السيد كيف رنس. لا لا السيد طايح على زناف رونيت. ايوا امتى غتمشي تخطب؟ اجي بعدها، هي قابلة عليك؟ زعما عارفك هكا وقابلة ما عندهاش مشكل. السيد بان لي عرق حمر في عينيه، وهو يقول اش كتقصدي زعما بقابلة عليا وما عندهاش مشكل؟ فين كاين في وما عندهاش مشكل؟ فين كاين فيا المشكل؟ قلت لي بلا ما تعصب، زعما عارفه باللي خدمتك كتطلب الغياب اكثر من الحضور، زعما ديما مشغول ديما خدام، حياتك في خطر، تقدر تكون جالس معليك ما فيك ويعيطوا ليك تحضر في الحين. هاد الشي اللي قصدت، مال عيبك سابق؟ قال لا ما عندهاش مشكل، هي اصلا في الدومين وقريب غدا تلتحق بينا هنا. قلت لي اشنو؟ ايه هصقه، ويلا عرفت نمتلين باللي مزوجين وكنعسو في بيت واحد اش غتقول؟ قال لي اصلا هي عارفه، واي تحرك كنديروه راه في اخبار عناصر الشرطه كاملين اللي خدامين على هاد القضية. عندك حساب ليك راني مهدن، اذا راني كنستمتع بحالك وما كندير حتى شي تحرك. قلت لي بلاتي بلاتي اش كتقول باللي في خبارهم كاع تحركاتنا؟ ياك ما في خبارهم فضائح الليلية. قال لي تقدر ماشي بعيد. قلت لي اشنو؟ لا دابا ملي غتعاودوا تمثلوا إعادة الجريمة أخطر المجرمين غتمثلوا هادشي اللي درت. وهو يقول للأسف حتى ممثلة ما تقبل تمثل الدور الجريء ديالك، ودار جهة الحيط وخلاني أنا كنولول بوحدي. ناري ميمتي شوهتي شوها؟
خايبة حتى المعاودة، مع الساك إعادة التمثيل. أبي دار ومحاج واش توافق عليه. بصراحة ما عرفتش واش نعست ولا سخفت ولا دخلت في كوما. ومن جهة أحمد، مع 5:30 قال هذا هو الوقت المناسب للتواصل مع فريق تفكيك الجريمة ومعرفة المستجدات وتبادل المعلومات. كانت في هذا الوقت المصيبة الحولة ناعسة ومكسلة، وش خيرها واصل للسماء، تقولوا ناعسة في دار باها مرتاحة وبالها هاني. ما نعرف منين دبر عليها سي عبد الصمد اللي تايق فيها ثقة عمياء، هاد الثقة اللي عمرها ما تحلم بيها مني. كان عرف هاد النوع نسيان ديال مليون ولا جوج ويرجعوا في صف العدو، شكلها كينرفزني سبحان الله. ما عرفت علاش، واخا انا ماشي من النوع اللي كيكره الناس بلا مبرر مقنع، وقطعها بالافكاري اتصال سي عبد الصمد اللي جاوبته في مكان امن. قلت الو شاف؟ قال الو احمد، كي داير الامور؟ مزيان؟ قلت ليه مزيان، كاين تقدم في الاحداث، كنظن قربنا نوصلوا لراس الخيط. وهو يقول كان شكك في محله، المجرم عبد العزيز ما كانش يقدر ينفذ الخطه بوحده، داكشي علاش استعان بالنائب البرلماني موسى، ولكن الشك بوحده ما كافيش، خاصنا الدليل، وعلاقه المصاهره ما كتدل على حتى حاجه. اما بالنسبه لحسن فاحنا اليوم غننفذوا طلبك بسحب منه رخصة القيادة في أحد نقاط التفتيش. الضابطة سهام اليوم غتلتحق بكم، الخطة غدا تنفذ في 10 من هذا الشهر، ما بقى والو أحمد، وما في إيدينا غير الهضرة، خاصنا الدليل. قلت وي شاف، الخطة في طور التنفيذ. قال لي هاكا نبغيك، كل شي مفهوم؟ قلت لي كل شيء ما عدا حاجة واحدة، هي هناء ما محلها من الإعراب. الكاميرا كانت تقدر تديرها سهام، أما هاد الحولة أستغفر الله غير مشكلة علينا خطر. قال عمري ما شفتك كتنعت شي حد بهاد الألقاب، باينة مفعولها بدا يأثر عليك، راك غير مازال ما عرفتيهاش مزيان ومقلل من قيمتها، كيقول لي يا إحساسي هي الحل. قلت لي أما أنا إحساسي كيقول لي يا تقدر تخوننا في أي لحظة. قال اللي كيبغي البلاد عمره يخون. ورجعت البيت وأنا راسي عامر أفكار وتساؤلات واحتمالات. مجرم محترف بحال عبد العزيز ما كيخلي حتى شي دليل مورا، حاضر راسو مزيان وقاع الأبواب اللي ديك الحل سادهم بقفل، ولكن علاقته بالنائب البرلماني موسى بابو باقي ما تسداتش، ومن هنا خاصني نبدأ. وهاد المرة صوت أو صراخ مصيبتي الحولة هو اللي قطعها بالأفكار، كتغوت وكتقول حميدة فين هما نضادري؟ جاوبتها بعصبية وقلت فوق جبهتك، نسولك وما ديريهاش مني قلت الصواب، واش انتي حولة ولا عورة؟ قالت مالنا على حشيان الهضرة على الريق، وانت انا بغيت نسولك وازدح صوابك مع الحيط، هداك وجهك ولا قفاك؟ حيت بكل صراحة جاني عقلك بحال صباطك نفس الوسخ والعفن. قلت عاودي اش قلت؟ قالت اللي سمعتيه، ولكن إلا بغيتي نعاود ما عنديش مشكل. قلت ليها هنا راكي كتقلبي عليا، وهي تقول كنقلب على اللويز مثلا. شوف السي أحمد عندك هرمون الأنانية مرتفع شوية، لا ماشي شوية بزاف، حاول تمشي عند شي مختص يعالجك، حيت مرضك الصعيب ودواك غير متوفر في الأسواق. وابتسمت ابتسامة خبيثة وخرجت عندها الزهر
خرجات في الوقت المناسب، أما ما كنتش نقدر نضمن ليها سلامتها من بعد ما غنفقد أعصابي. أنا ماشي هكا من ديما بارد كالتلج، ولكن معاها كنحس ببركان كيغلي فيا، كتضرب بنت الهم على الوتر الحساس. هذا هو اللي قالوا عليه ما قدو فيل زادو حولة. ومن جهة هناء، قالت حفيظة صباح العينين المنفوخين، واش كنتي كتبكي؟ قلت ليها لا، وهي تقول إذن بايتا كتشمي في التقاشر، وانا نقول خليني ساكتة، دابزت مع أحمد على الصباح وهو اللي جبدني نايض كاعي، وقال لي الحولة الله يحول ليه اضلعه مع ركابيه. وهي تقول صافي 3 أيام ديال الباكور، انا عرفت مالكم. وهنا نقول اعوينتك وصابتنا، ايش غيصيبنا من غيرها؟ قالت لا، وبغات تكمل الهضره وهو يدخل داك مستاش تونيا وحسان وخدام اخر الكوزينه يفطروا. مشيت نكب ليهم اتاي، وانا واحد الراس كيقول لي اعطي لي فاقتك بالبراد للراس، عجني ليه المخيخ وعوجي ليه الجمجومه، ولكن اللي مانعني هو خفت نبان في اخطر المجرمين وفي حلقه بعنوان بوبراد بلاصه بصمه، كون غير كانوا كيتفنوا في العناوين كون ما نتردد حتى لحظه، اما الان لا يسعني سوى نتمنى ليه يشرب السم وجغديد وبوكليب لك حل بلاصه داك اتاي. قالت حفيظه مبروك والف الف مبروك استحمد. قال حسن علاش اش طاري؟ قالت حفيظه امراته هناء حامله وبالتوام ان شاء الله، ايش غنقول لكم؟ تمنيتكم تشوفوا هذا اللحظه بعينيكم، وبالخصوص حمد من اللي سمع هذا الخبر السعيد. اتاي اللي كان فمه نصو تشتش بيه ونصو زهقلو، اما وجهه رجع حمر من داك اتاي، وحيت انا مراتو عن قريب غنولي مت ولادو، فكان من الواجب عليا نضرب ليه في ظهره باش يتبلع ليه اتاي، اقصد الخبز. المهم بردت غدايدي فيه بالعصا، وكل ما كيبغي يتنفس كنزيد نفكره بالتوام، وكيزيد تحليه مسكين يدخل فيه سكين ان شاء الله. قال حمد اي صافي باركة، كتنفضي حصيرة ولا كتنتاقمي مني؟ حفيظة ممكن نعرف باش عرفتيها حاملة؟ وهي تقول حفيظة وبحنان زائد المرأة ما كتعرفها غير المرأة، وهنا هاد الايام ما عجبنيش حالها، ما كتشوفهاش كي صفرة، ما لاحظتيش باللي ولات انفعالية وحساسة لواحد الدرجة ما كتصورش؟ ما لاحظتيش باللي ولات انفعالية وحساسة لواحد الدرجة ما كتصورش؟ ضعافت وشعرها بدا كيطيح، ولات كتسهى بزاف لدرجة البارح بدات كتاكل في التفاحة حتى عضات العظم. ماشي هذا هو الوحم؟ هنا اجي عندي يا الحبيبة ديالي، وشداتني وعنقاتني وقالت اترباو في عزكم ان شاء الله، وتفرحوا بحفايدكم اولاد ولاد حفايدكم. قلت ليها امين امين يا ربي، العقبة ليك حتى انتي مع الراجل اللي كيبغيك وكتبغيه. وهو يقول لي حسن امين ايوا مبروك با حميده. قال حمد خلي مبروكك حتى من بعد الفحص، وهز زنافرو وخرج يا لطيف على معصر. انا شاكة باللي هاد الراجل من طين، كنظن تركيبته من الشر والغرور، اشحال حاس براسو بجنابو يا لطيف الطف بينا ومن شر روح مينا. حفيظة اليوم دارت معايا مزيان، كتعطيني ندير غير الحاجة الخفيفة، والماكلة الزوينة كتعطيها ليا، وكل مرة كتسولني إلى عييت نرتاح. الصراحة بديت كنشعر بالذنب حيت كاذبة عليها، وكنحس بحالا كنخونها،
في وجهي ضحكة ومورا ظهري مجداليها جنوية، واللي بقى فيا أكثر كان عاون واحد حقير ما كيسواش، كيهمو غير المظاهر، وليت حايرة فينا هو الحق. وصلت الربعة ديال العشية، وفاء بغات تخرج للمدينة، وكان من المفروض عليها دي معها حفيظة، حيت هي أقدم خدامة في الدار واللي كيتيقوا فيها وتقدر تقول ليهم تحركاتها، ولكن حفيظة كانت معصبة حيت حسن تراليه شي مشكل، فاضطريت أنا اللي نرافق وفاء. هاد الأخيرة اللي ما كان عندها حتى مانع نرافقها حيت عارفة اللي خايفة تعرف. من بعد ما وصلنا للمدينة مشينا لواحد الجردة، غير شافت علي حبيب القلب وصدراتني حيت باغت تهضر معاه على انفراد، وانا كنت مشى قريب بالي واحد المحل ديال الالكترونيات، واستغليت الفرصة ومشيت خديت منه داكشي اللي محتاجه باش نسالي وهاد المهزلة في اقرب وقت، حيت الصراحة وليت كنولف الناس اللي انا معاهم، وكل ما سالينا بكري غيكون الضرر العاطفي قل. رجعت عند وفاء اللي لقيتها باقة مع علي، بقيت كنساين حتى سالاو الهضرة، هو مشى في حاله وهي جات عندي. من بعد مشينا لواحد القصارية ناخدو شي حوايج باش نبانو باللي خرجنا لهدف معين. الطريق كاملة وحنا ساكتين، وهي تقول وفاء مالكي الطريق كلها وانتي ساكتة، وحتى من علي ما سولتينيش عليه. قلت ليها اسمحي ليا كنت ساهية، تعصبات وهي تقول وفاش بالسلامة، ياك ما كنتي كتفكري تقولي لشي حد على علاقتي بعلي. قلت ليها وديتها غير فيكم اللي فيا يكفيني، دابزت مع راجلي. وهي تقول داخلنا عليك بالله، هذا كيتقلقوا عليه الناس مفقعص وغير هازز نافرو للسما. قلت ليها والله لا عندك الصح، ولكن هو بعدا نواور على هذاك علي ديالك. وهي تقول النبق ماشي نواور، عرفتي الرجال كلهم بحال بحال، وحنا خاصنا العصا اللي كنشغلوا تفكيرنا بهم، يلا نقادوا المجاج. قلت ليها باش؟ وهي تقول اشنو هي اعز حاجة عند المرأة واللي تنسيها في رجال الكون كاملين؟ شوبينج، مراكز تدليك، صالون تجميل. ومشينا للاخير، درنا بالحالة وقادينا السوالف وخلينا العقل تالف،